هناك ليست، لا هما قانون اتفاقيه اتفاقيه الاتحاد الاوروبي حول حول الصيد البحري، هي من الاتفاقيات التي يجب ان نصادق عليها. وهناك بعض القوانين الصغيره بالنسبه للقانون الاطار، في الاغلبيه لم تصل بعض الى حل، ما لم تصل بعد. هذه الأغلب. الغريب في الامر انهم اجلوا اختلافاتهم حتى خرج القانون من مجلس الوزراء، لم يناقشوا اختلافاتهم قبل وصول القانون الى مجلس الوزراء. لا يمكن لاحزاب سياسيه تسير البلد تحت توجيهات واشراف جلاله الملك ان تؤجل خلافاتها ما بعد قرارات جلاله الملك. نحن حينما تصل الامور الى رئيس الدوله، كيفما كان هذا رئيس الدوله في المغرب او في العالم كامل، يكون الحسم النهائي في النقاش. كيف يتم بعد ان يمر القانون امام جلاله الملك وبعد ان ناقشوه هؤلاء الاحزاب داخل تنظيماتهم وداخل مؤسساتهم تبدا المناقشه من جديد؟ أنا أعتقد أن فيه كثير من الاضطراب السياسي وكثير من سوء الإدارة والتدبير لهذا الملف. لا، الموضوع ليس فيه مزايدة سياسية، لن يسكتون بهذه الاتهامات، لأن الموضوع يهم الشعب المغربي، يهم أبنائه، يهم أبنائنا جميعا. نحن من يملك الإمكانيات يدرسون أبنائهم في المدارس الفرنسية والإنجليزية ويتعلمون اللغة ويخرجون إلى العالم. سأعطيك نموذج، هولندا أطروحات الدكتوراه كلها بالإنجليزية، ليس باللغة الهولندية، كلها بالإنجليزية، وشرط أن تكون. لماذا في المغرب أبناء الفقراء في تارودانت وفي أبناء الشعب في مراكش لا يتكلمون اللغات الأجنبية، وسيتكلمونها فقط أولئك أبناء الأثرياء في مراكش أو في الرباط؟ يجب احتراما لحقوق المواطنين أن نمنح لأبنائهم فرصة تعلم جميع اللغات، وكذلك أن يقرأوا المواد العلمية بجميع اللغات. هذا يسمح لهم أن ننتقل بمواطن بمغربي وطني إلى مغربي كوني، يمكن أن تفتح له الأبواب في العالم كامل. العالم كله مسير باللغة الإنجليزية، لماذا يريدون أن يحرموننا؟ يدعون أنه ليست هناك إمكانيات وليس هناك سمزية. المهم أن نضع قوانين ثم نقوم بتطبيقها في المستقبل، ولكن لن أقبل أبدا أن أبناء الأثرياء يتعلمون اللغات في المدرسة الفرنسية والمدرسة الأمريكية، وأبناء الفقراء وأبناء الجنوب وأبناء الشمال وأبناء اللي هم أبناء الشعب يتعلمون فقط اللغة العربية، ولا يستطيعون أن يتفاعلوا مع العالم. لكي يتفاعلوا مع العالم يجب أن يتعلموا اللغات الأخرى، وهذا ليس فيه ضرر. السبب إلى من كان يمكن يصدر الأحكام التي يريدها، فلم يعد يقرر. الذي يقررون الآن هو الذي نستمع إليهم، أما هو يقول ما يريد. ولكنني أعتقد بأنه هو نفسه تعلم المواد العلمية باللغة الأجنبية، وما هو المشكل؟ ويتكلم العربية أحسن من يتكلمها حتى أولئك الذين يدرسون العربية. أنا أعتقد أنه يكفي، هم الذين يتزايدون باسم الوطنية وباسم كذا كذا. ليس هناك أي مساس في الوطنية أن يتعلموا أبناء المغرب اللغات، وسأدافع عن هذا الموضوع. أنا من سوس وتعلمت في سوس ولم تكن هناك لغة أجنبية، وعانينا الأمرين. وحينما والقيادات الحزبية الوطنية بما في قيادات حزب الاستقلال وأعلموا أبنائهم كلهم في المدارس الفرنسية، إذا كانت لهم هذه القناعة لماذا يطبقوا على أبنائهم؟ فقط يطبقونها على أبناء الشعب، وأبنائهم يدرسونهم في المدارس الأجنبية. أرجوكم، اللغات حق، واللغات باب للخروج إلى العالم، واللغات وسيلة للانفتاح. لذلك أنا ضد أن نمنع أبناء الشعب أن يتعلموا اللغات. هذا تقييمكم الخاص، هذا تقييمي. نحن اللي خدنا المعركة، وحنا فرضنا أن يتم التصويت وتمسكنا بالفصل بالمادة كما هي كما جاءت من مجلس الوزراء. هم الذين تراجعوا، هم الذين تحالفوا عندهم الأغلبية وتحالفوا ضدنا. جئنا للجنة، من طلب التأخير؟ رئيس اللجنة التي هو الاتحاد الاشتراكي. أما حتى الوزير كان مستعدا أن نتجه التصويت، ونحن ضغطنا حول التصويت، ونحن الذين وقفنا الأمور، لأننا لن نقبل تغيير. وإذا تم تغيير حق المواطن المغربي في تعليم اللغات، سنقرر قرارا سياسيا كبيرا الى درجه الانسحاب من جلسه البرلمان عند التصويت على هذا القانون. لن نقبل المساس بهذا الفصل. المغاربه جميعا لهم الحق ان يتعلموا اللغات الاخرى، وهذه مساله مصيره بالنسبه الينا. نحن ندافع عن الحادثه ومن الحادثه تعلم اللغات. فعلا كاين توجهات من خلال موافقه الملك مجلس الوزراء على هذا القانون. ما دام وافق الملك على مجلس الوزراء في هذا القانون فهذا هو التوجيهات. لماذا يقولون انهم يمارسون اداره الحكومه وفقا لتوجيهات جلاله الملك؟ اليس قرار مجلس الوزراء يترأسه جلاله الملك توجيها؟ لماذا اذا يتراجعون عنه؟ اليسوا اعضاء البرلمان هم اعضاء الحزب؟
أليس تحت رئاسة السي العثماني الذي حضر مجلس الوزراء؟ أم فقط أنه السي العثماني يقبل قرارات مجلس الوزراء ويرفضها البرلمانيين؟ هذه الازدواجية لا يمكن أن نقبلها. لا هما يقرؤون هذه القضايا من المنطق الانتخابي، كل قدر بقدر ما كانت تعريب بقدر ما هناك كانوا أقوياء. هذا فهم مغلوط للأشياء. نحن نريد أن ندفع المغرب إلى الأمام، ونريد الأبناء أن يتعلموا اللغات ويتعلموا اللغة العربية ويتعلموا الأمازيغية ويتعلموا غيرها من اللغات. وأعتقد أنهم هم أنفسهم، هذا الموضوع كان بين يدي بن كيران وأحل المسودة حتى القانون على المجلس على المجلس على التعليم. وتلك المصيبة أن المجلس على قدم وجهة نظر ثم تغير القانون ولم يحل هذه المرة المجلس على التعليم مرة أخرى، لأن المصيبة التي ارتكبها المجلس على التعليم في بي في في شخص رئيسي أنه قبل أن يعطي رأيا في مسودة كتبها بن كيران واللجنة، وكان الصمد الذي هو الكاتب العام الكاتب الدولة في التعليم كان عضو في هذه اللجنة ومرر هذه الأمور، ثم جاءت عند العثماني وشارك فيها، وفي الأخير وبعد أن مرت بمجلس الوزراء يأتي ويقول أنا غير متفق. هؤلاء الناس يلعبون، وإنهم لهم أكثر من وجه، يقدمون وجها للملك ووجها للشعب. نحن لا نتفق في ذلك، سندافع عن هذا الموضوع وسنذهب فيه إلى مدى، حتى إذا كان من الضروري نذهب إلى المحكمة الدستورية سنذهب إلى المحكمة الدستورية. لا 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 توجد هذه الوثيقة، أنا نطلع عليها لم أرها. سيد الأمين العام سيظل أمين العام إلى حل المؤتمر، وهو أمين العام ولا يمكن أحد المساس به، وهذا الموضوع غير مطرح مطلقا إطلاقا. ربما عندنا مؤاخذة على بعض من مواقفه على بعض من إدارة الأمور، لكن لأمور التدبير، لكن هذه أمور عادية، ولكن ليست هناك أي وثيقة وليست هناك أي نية وليس هناك أي قرار في هذا الموضوع. كل أمين عام له إيجابيات وله سلبيات، وسيم شمس أمين عام أول ما قبل كل شيء شرعي، ننتقده في بعض من تصرفاته، هذا طبيعي جدا، قد نختلف معه قد لا نتفق معه، ولكن لا يمكن المساس به كأمين عام، والوحيد الذي له سلطة المساس به كأمين عام هو المجلس الوطني أو المؤتمر. في الحقيقة المؤتمر هو اللي عنده السلطة، حتى المجلس الوطني عنده سلطة محدودة غير في المحاسبة. لذلك أنا لا عنده بعض الملاحظات، ولكن كذلك يقوم بعمل. لا أبدا، جلسنا مع سيد الأمين العام، قدمنا له الانتقادات التي يجب أن نقدمها له، رد عليها بكل موضوعية، تحاسبنا معه، تحاسب معنا، اعتبر أننا ارتكبنا أخطاء، ربما نحن كذلك ارتكبنا أخطاء، حتى هو ارتكب أخطاء، وصلنا إلى حلول وتجاوزنا الأزمة. في السياسة نحن نتصارع لكي نصل إلى حل، لا نتصارع لكي نصل إلى الطلاق. لا مازال هناك اختلاف، ولكن الظروف عادية، ولكن مازال هناك اختلاف، لنا اختلافات في التصور، لنا اختلافات في المواقف، ولكن نصرفها في إطار المناقشة والمواجهة فيما بيننا، ولكن في إطار وحدة الحزب. هو نحن حزب لا نبني أنفسنا من خلال الآخرين، نبني أنفسنا باستقلال عن الآخرين، نناقش مشاكلنا، نشارك في الرأي العام، الرأي العام يعطي رأيه، هذا طبيعي جدا. نحن حزب مفتوح وليس حزب مغلق، نحن لسنا حزبا نازيا وحزبا محافظا لا يمكن أن يعرف الرأي العام ماذا يجري، بالعكس نحن نريد الرأي العام أن يعرف ما يجري بيننا والنقاشات التي تدور بيننا، وهذا ما يستفزهم ويحاولون أن يفسرونه بشكل آخر. أما حزب التجمع الوطني الأحرار لا يخيفني، حزب التجمع الأحرار لا يخيفني، وما يقوم به رئيسهم لا تخيفني مطلقا. ما يخيفني هو أنه سيعرف حزب الأحرار سيعرف مشاكل في المستقبل، وأنا غير راغب أن أرى حزبا نعتبره صديقا، رغم أنه يطعننا دائما من الخلف أن يقع في مشاكل. وكيف ما كان الحال نحن نعالج مشاكلنا، نحن غير ليس لنا مشكل أن يعرف الرأي العام مشاكلنا، ليس لنا مشكل أن يعرف الرأي العام مدى قدرتنا على مواجهة مشاكلنا، ولكننا مقتنعون بأنه نحن حزب سيتجاوز مشاكله وسيبني مؤسسة وأداة ستشتغل سنة 2021 بأفضل ما تكون. نحن متأكدون بأن 2021 سنبني الأداة من هنا لشهر 6، أي عقد المؤتمر الذي نتمنى أن يتم في أواخر شهر 6،
شهر يونيو أن ندخل في هذا في هذه العملية وعلى ذلك نبني الأداة ونتجاوز خلافاتنا. متأكدون من فوز الانتخابات؟ طبعا نحن مش متأكدون فقط، جميع العناصر تساهم في ذلك. سنغير خطابنا السياسي، سنغير تعاملنا، سنحترم الأحزاب، سنقوم ببناء قداتي وسنتجاوز أخطاءنا. طيب وسنخرج من الرماد كالفي النيق. هل هذه المدة يعني إلى حدود 2021 كافية؟ كافية جدا، وأنا أعرف الطاقات التي يحملها هذا الحزب والقدرة التي يحملها هذا الحزب. فقط البعض يريد فقط أن يخلق نوع من الشك حولنا، ولكنهم هم في الحقيقة لا يعبرون عن سوى عن ما يدور في خلدهم تجاه تنظيمتهم، وكل إناء بما فيه ينضح. الحزب لا يحكم عليه بالقوانين الجنائية، سليم غير إعدام وعدم إعدام، لا لا لا، نحن نقوم بتقييم، لأن هناك مبادرات جيدة ولكن أديرت بشكل سيء، وهناك مبادرات سيئة أقدمت على أنها مبادرة جيدة، وهناك مبادرات لم توجد وخلقت في الوهم، وهناك مبادرات في الوهم وأعطيت لها نتائج غير موجودة. على كل هناك خليط، هناك خليط من الناس أداروا، بعض الأشخاص أداروا الحزب وأكلوا منه وما زالوا يحاولون أن يستغنوا منه، وهناك أشخاص يريدون فقط أن يتسلقوا به، وهناك أشخاص أساءوا إليه، وهناك أشخاص جيدون وأشخاص منظمون وأشخاص لهم نية حسنة وأشخاص يحملون المشروع. علينا فقط أن نقوم بتقييم للتجربة، نقوم إحنا كحزب بتقييم التجربة وأن نتجه نحو المستقبل، وأنا أعتقد أننا يمكننا ذلك، لنا من القدرات ومن الإمكانيات بأن نقوم بذلك، وأنه يجب أن نتجاوز عقدة عدم جلد الذات، يجب أن نجلد ذاتنا حتى نتجاوز أخطاءنا ونبني المستقبل، يجب أن تكون عندنا شجاعة أن نقوم بنقد ذاتي، يجب أن تكون عندنا شجاعة الاعتراف بأخطائنا، ويجب أن تكون عندنا شجاعة بناء مواقف جديدة وبناء علاقات جديدة وتصورات جديدة لبناء المستقبل. يجب أن نشارك في الانتخابات المقبلة بشكل أفضل، وأنا أعتقد بأنه الحزب له من الطاقة ومن الإمكانيات ما يستطيع أن يقوم بذلك، فقط يحتاج إلى قائد يقوم بهذه المهمة، يتزعم هذه المهمة ويدفع بالحزب إلى الأمام. لا، أنا هذه الأحكام القيمة لا أقدمها، من شماس لعب دوره في واحد المرحلة، غادي نشوف المؤتمر التقييم ديالو ماذا سيقدم، يمكن يكون شماس يمكن يكون آخر، أنا ليهم المؤتمر يقرر، ليهم من سيكون سأقول له السيد الأمين العام وسأكون وراءه، ولكن أنا أعتقد بأنه لا يمكن حكم على الأشخاص، يجب أن تكون الأداة الحزبية لها القدرة على مواجهة أخطائها وبناء المستقبل. ولماذا لا؟ فقط أنا أعتقد بأنه طالب الولاية لا يولى، يجب القرار أن يكون حزبيا وأن يكون المؤتمر هو صاحب القرار وليس وهبي هو الذي يكون صاحب القرار. كلنا لنا طموحات ولكن كلنا لنا متمنيات، ولكن دعوا الحزب يختار، دعوا الحزب يقرر، دعوا الحزب تكون له هذه الخيارات، وأن ذاك سيكون الأفضل، وإذا جاء هناك شخص آخر سيكون هو الأفضل، سيكون هو الأفضل وسأكون وراءه. أولا ما نراه اليوم في المسرح السياسي هي رقصات الأرانب لا تعطي شيئا، وأن لا تثيرني، وأعتقد أن جاد مكي الحسن الثاني رحمه الله هو اللي قال بأن السياسة مثل الفصول الأربعة، يجب معرفة متى يبدأ الحرث. أنا هذه الحركات كلها لا تهمني ولا تثيرني إطلاقا، أنا ما أفكر فيه هي الأداة الحزبية اللي اسمها الأصالة والمعاصرة، كيف يمكنها أن تتطور، كيف يمكنها أن تقدم البديل، وأفكر في هذا الموضوع ليل نهار، وحينما نفكر في ذاتنا ننسى الآخرين، نحن الأصل والآخرون الصدى. لذلك أنا مؤمن بأنه يمكن في الحزب أن يلعب دورا وأن يتجاوز، أما أن يتجاوز ما نعيشه الآن، ما هذه الصراعات التي تعرفها الأغلبية فيما بينها، يبين أن المستوى الذي وصلت له السياسة في هذا البلد تثير الفزع. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.